السلام عليكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم. النادي الأهلي بيواصل سلسلة أداء زي الزفت مع موسيماني وبيتعادل النهارده مع سيراميكا كليوباترا، مباراة لا طعم ولا لون ولا أداء ولا أي نيلة. لعيبة بتاخد ملايين في النادي الأهلي ومبتقدمش أي أداء، تحس إن اللعيبة نازلة بتتمشى في الملعب، يجيب الكرة بدل ما يلعب لقدام بيرجعها لورا، نفضل واقفين في نص ملعبنا نباص الكرة لبعض ونضيع بيها الوقت، ما بنعملش أي هجمات على مرمى الخصم ولا بنعمل أي أداء ولا نعمل أي حاجة. مستوى النادي الأهلي النهارده يخلي لازم يطلع قرار حالا من إدارة النادي الأهلي بوقف مستحقات كل اللعيبة دي، ولازم الناس كلها تتحاسب في الموضوع ده. موسيماني وجوده على الخط زي وجودنا احنا قدام الشاشات، ما بيقدمش أي جديد ولا بيقدم أي إضافة ولا بيعمل أي حاجة، ولا شايفين منه أي تكتيك ولا أي نيلة بيقدمها في المباراة. الناس قبل كده لما كانت بتطلع تقول، واحنا لما طلعنا اتكلمنا في كذا فيديو قبل كده هنا، وقلنا ان اداء موسيماني زي الزفت وما ينفعش الناس تقعد تطبل له ولازم يبقى في وقفه قويه، ناس تقول لك لا اصل احنا بنتظلم تحكيمي. يا ابني انت احنا فنيا واقعين، واه بنتظلم تحكيميا بس فنيا واقعين، يقول لك اديني حقي كتحكيم وانا ومالكش وموضوع الاداء ده انا اطوره. طيب انت خدت النهارده حقك كتحكيم والحكم ما عملش ولا غلطه في المباراه، مع ان احنا كلنا كنا خايفين منه قبل المباراه ان هو يعمل اخطاء، الحكم النهارده ما عملش ولا خطا. فين اداء اللعيبه بتاعتك؟ لعيبه مش واقفه على رجليها، لعيبه مش عارفه تبصي بصون صح، اللعيبه عماله تاخد ملايين واللي هو اسمها بنلعب في النادي الاهلي وخلاص، هما جايين بيلعبوا في النادي الاهلي تقضية واجب، لا بتعمل هجمات ولا في بصتين اصلا بتبصوا صح، كل كميه مس باص بتتعمل في الماتش، ومش ده الماتش الوحيد، لا ده سلسله ماتشات متواصله، كل ماتش بتلاقي اسوء من الاول، كل ماتش اسوء من الاول، كل ماتش اسوء من الاول، مع انك كنت مؤخرا بتلعب بتريح كتير وعندك اجازات كتير. امال هتعمل ايه في الشهر الجاي لما تلعب كل 3 ماتشات وتلعب افريقيا وتلعب كاس مصر القديم وتلعب كاس مصر الجديد؟ بالمستوى الاداء ده موسيماني مش هياخد الدوري مع النادي الاهلي ولو لعب 30 موسم ورا بعض. موسيماني حاليا بقى مكشوف لكل المدربين، اي مدرب معدي وهيجي يلعب النادي الاهلي هيعرف يكسب النادي الاهلي ويعرف يعمل نتيجه على النتيجه على النادي الاهلي ويعرف يعمل اداء على النادي الاهلي، لان الاهلي حاليا لا ليه طعم ولا ليه تكتيك ولا فيه فكره ولا اي حاجه. اللعيبه المدربين اللي بتلعبك بينزل يرص لك اللعيبه ورا وخد الكرة يا عم واعمل اللي انت عايزه، هو الاستحواذ لي بقى 60 70% اصلا استحواذ سلبي، انت ما تعديش نص منطقة نص ملعبك، عملت باصي هناك الشناوي باصي لياسر وياسر يباصي لعبد المنعم وعبد المنعم يباصي لمحمد هاني، وبصراحة سلسلة اداءات فردية من اللعبة زي الزفت، ما بتشوفش اي اداء يصر حتى من لاعب معين، يعني لاعب واحد كده يفتح نفسك بباصة ولا بتاع، ما فيش، كل اللعيبة مستواهم انيل من بعض، وجودهم في الاهلي بيهببوا ايه ما تفهمش. عندنا لعيبه الجيش لعب لك دفاع منطقه وبيلعب على المرتدات، لعيبه السيراميكا النهارده بيلعب على المرتدات ولما بيمسك الكره بيبهدلك، اه ما بيعملش خطوره على الجون بس بيبهدلك، اللي هو بيباصي وينقل الكره ويعرف يتحكم في الريتم، انت مش عارف تضغط عليه وتاخد منه الكره. انت رايح تلعبه فاك الصيف الاسبوع الجاي، وفاك الصيف اصلا لعبه ومدرسته هي مدرسه اتلتيكو مدريد، اللي هو انا بفضل مدافع ورا بلعب مرتدات منظمه بسرعه بكسب. انت دلوقتي يعني انت سيبك من بقى العك بتاع الدوري ده، لا انت عندك في افريقيا دي ده راس مال في وفاق الصيف انه بيلعب على المرتدات وبيأمن دفاعيا وما بتعرفش تخترق. انت عندك ماتشين مؤخرا، كان عندك ماتشين كان بيلعب نفس الفرقه اللي بتلعبك بتلعب بنفس الاداء وبنفس الطريقه دي، شفنا احنا منك اي حلول؟ شفنا منك اي خطط؟ مفيش. بتعتمد لي ونزل لي كريم فؤاد في النهايه وعايز تلعب وبتلعب عرضيات، بتلعب عرضيات لمين؟ لمحمد محمود وبيرسي تاو اللي هم اصلا قصيرين مش باينين في وسط المدافعين. يعني انت بدل ما تعزز عايز تلعب عرضيات عشان مشكله زي دي، يبقى تحط تنزل حسام حسن وتنزل ناس طويله في المنطقه تلعب لها عرضيات تعرف تتحكم بدماغها، لكن ما تسحبليش اللعيبه الطوال اللي في الملعب وبعد كده تلعب لها عرضيات، هتلعب عرضيات ازاي؟ ده اول حاجه. تاني حاجه انت ليه ما فيش ولا لاعب بيشوط بيوصل على منطقه الجزاء بيشوط؟ اللعيبه كلها بيفضل ياخد الكرة وعمال يلف حوالين نفسه، ياخد الكرة يلف حوالين نفسه يلاقي ما فيش حد يفتح له لعب يقوم مرجع الكرة لورا، اللعيبه كلها بتستخبى في ظهر اللعيبه التانيه، ما فيش سرعه انتشار، ما فيش لعيبه كده بتتحرك عشان تاخد الكرة من زميله ويفتح باصه ولعبه ويروح ويباصي وي... لا ما فيش، اللي بياخد الكرة بيفضل واقف بيبص يلاقي كله متداري وما فيش واحد فتح له لعب، فبالتالي بياخد الكرة ويرجعها لورا. بصراحه مستوى زي الزفت واداء زي الزفت، وبالمستوى ده لا احنا واخدين دوري ولا انت واخد كاس، وشكلك هتروح تاخد على دماغك من فوق الصيف في الماتش الجاي وهتطلع من افريقيا كمان. بصراحه لازم يبقى فيه قرارات عاجله من اداره النادي الاهلي توقف مساحات اللعيبه دي كلها، ولازم موسيماني يتشد. لو خسر في افريقيا يمشي خلاص، الاداء ده ما عادش ينفع، كفايه كده بس كده، ده اللي كان عندي في النهايه. شكرا.